شكرا لزميل عبد العزيز البكر، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستوديو والزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذه الاجواء الجميله جدا في ملعب الامير خالد بن سلطان في الجوله الثامنه من مباريات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث واحده من القمم المنتظره في هذا الاسبوع. الشباب يستضيف الاتحاد الليث على ملعبه، يستضيف مباراه اليوم بقائمه كما تشاهدونها امامكم في هذه الصوره. يتواجد ارلوسكيس في حراسه المرمى، محمد سالم، لتشيروفسكي مع تمبكتي، عبد الله الزوري على مستوى خط الدفاع، بايغان دايي، حسين قحطاني، مارتينيز العابد في الهجوم، ماكيتي ديوب في خط الهجوم العابد، ومارتينيز في خط الوسط مع باريغا. قائمة فابيو كاريلي عند الاتحاديين اللي يلعبون أيضا بمعنويات عالية بعد النتائج الإيجابية مؤخرا، والبحث هذا المساء عن انتصار سيمكنهم حتى من الحصول على مكان الشباب. والخسارة في هذا الموسم كانت مفاجئة للجميع في ملعب القادسية، هدف مقابل اثنين، بينما كاريلي خسر فريقين. الشباب في ملعبه، الشباب بقيادة العالمي إمير باريغا، الشباب في هذه المباراة يأمل في العودة سريعا إلى نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية. الاتحاد بعد الانتصار في جدول الترتيب، هذه الأرقام المعطيات تجعلنا أمام مباراة كبيرة. هذه فرصة لقريب، رودريغيز، رومارينيو يحاول يمر، تغطية وتدخل من الدفاع، أول كرة في المباراة، أول كرة في المباراة، أول انطلاقة اتحادية على اليمين، تغطية وتدخل سعود عبد الحميد، تاهية الكرة، هذه بينية، بريغوفيتش لمسة على الجهة اليسرى، محاولة لمصعتي ليتيب، البيشي يلعب كرة داخل منطقة، فرصة، تمرير لمين؟ رودريغيز، قوية لكنها بعيدة في الأخير إلى مرمى مرمى ياقب. على تنفيذ الكرة، الخطأ لمصاعات الشباب، العابد يلعب الكرة العرضية، فرصة بالراس، عدت، يا إلهي يا لها من كرة خطيرة يا شباب. كانت عمر هوساوي سيكون بجانب الحاجز، أحمد حجازي في قلب الدفاع في تشكيلة كاريلي هذه المباراة. كرة تصل مرة أخرى، محاولة لسعود عبد الحميد، لمسة البيشي، مفتوحة المباراة، ممتعة المباراة في بداية، البيشي قوية لكن في يد حارس المرمى، حلوة اللقطة من محمد سالم، محمد سالم إلى نواف العابد، محاولة تمرير كرة، انطلاقة لفابيو، مارتينيز في المساحة على اليمين، تدخل من جانبي مهند الشنقيطي، كرة في الأخير تحولت إلى رمية دوري بالنسبة للمهاجم الصربي. ولكن أجواء العاصمة يمكن أن تغري بريغوفيتش اللي سبق ولعب مباراتين في الرياض، سجل فيها ثلاثة أهداف. بريغوفيتش محطة فضائية، تمريرة سعود لرومارينيو، روما يلعب هليغاري، يا الله، كم كانت خطيرة للعميد لكن ضاعت يا قريب، كم كانت جميلة من السعود لروما، غاري رودريغيز حطها في البعيدة لكنها بعيدة جدا، وفي الأخير تحولت إلى نظر. وإياكم أيضا هدف يمكن أن يحرك المياه الراكدة في مباراة الليلة، لمسة من جانب عبد الإله إلى برونو، تحرك سريع، شوف التحول السريع من الاتحاد، من الاتحاد من الدفاع الهجوم، لكن تغطية بالخبرة من جانب الزوري، سعيد هالباكي، باكي لبرونو، برونو محاصر، برونو ضغط عالي، فابيو مارتينيز تدخل، لمسة على اليم، تنسيهم تلك المرارة في خسارة لم تكن في الحسبان، لم تكن متوقعة، لمسة من باريغا، محاولة لماكيتي ديوب، الكرة على الجهة اليمنى، العاب التحرك ديوب يلعب الكرة، شوف عبد الإله، المالكي 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 يقطع الطريق وبعد ذلك يكسب خطأ بصراحة، ما شاء الله عبد الإله. فواز السكور هو الآخر، بعض المشاكل على مستوى الغيابات، اضطر يلعب محمد سالم كظهير ايمن، بيشي يحاول تمريرا اللي باتجاه رودريغيز، انطلاقه للتي وبريغو، هدف اتحادي، هدف اتحادي اول لبريغوفيتش، الله 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 الله، الشباب يشكوا بوجود التسلل بعد التمريره رائعه من البيشي، وكره في الاخير الى بريغوفيتش، اخيرا سجل في هذا الموسم. قلت انه اجواء الرياض تغري تغري كثير، هل فيها تسلل على غاري رودريغيز؟ هل فيها تسلل على غاري رودريغيز؟ لحظه تمرير الكره،
لحظة تمرير الكرة نشوفها من البداية من لقطة البيشيب، هل كان قاري متسللا على أي حال؟ بريغو سجل هدف أول، وعلى ما يبدو أيضا أن محمد الهويش حكم المباراة سيستعين بزملائه في غرفة الفيديو مع الحكم المتواجد شكري الحنفوش، وهدف لا يزال لم يعتمد بعد، لم يتم اعتماده بعد. الحكم اتخذ القرار، ثبت القرار، هدف اتحادي أول من أليكس العميد في المقدمة. أخيرا يا أليكس، أخيرا يا بريغوفيتش، بعد أن كان صائما عن التهديف منذ بداية الموسم. الكرة من باريغا عرضية أخرى بالرأس بعد من الدفاع، ثم بعد ذلك لمصعتي العابد رودريغز، صراع الكرة المين تصل لإنريكي طويلة للأمام، هذه المرتدات اللي أتكلم عنها، تحولات سريعة، بريغوفيتش مع رومارينيو مع أيضا غارو رودريغز، تمريرة من بريغو، عودة سريعة رائعة من فابيو مارتينيز بتغطية في توقيت من الدفاع للهجوم بمرتدات رائعة وسريعة، هذه واحدة منها. بريغوفيتش محاولة على الجهة اليسرى بلمسة باتجاه رومارينيو، غاري رودريغز إلى إنريكي، ثم بعد ذلك لسعود عبد الحميد. لا ما في كلام، ما في كلام، الاتحاد تحسن كثير كثير، تحسن كثير العميد، تحسن. مرحبا بعودتك يا عميد. الاتي على الاقل مقارنه في الثلاث مواسم الاخيره خطيره التمريره، تنبكتي حلوه التغطيه من جانب، ثلاث انتصارات مثلها تعادلات وخساره واحده. هذه كره من جانب فابيو مارتينيز عرضيه لكن حجاز الحارس يتدخل. بعد 28 29 دقيقة لعب، بانيغا يلعب الكرة العرضية خطيرة لكنها مرت، وفي الأخير إلى ركري. يحثين عن هدف لتعزيز التقدم في هذه القمة، برونو على تنفيذ الخطأ، يلعب الكرة العرضية الريكيف خطيرة مرت من الجميع، تبعد وابريغو عدت خطيرة. يا إلهي يا لها من كرة يا بريغوفيتش، كان على اعتاب المرمى، كان على اعتاب المرمى، وكان على اعتاب تسجيل ثنائية، وكان على اعتاب العودة القوية، وكان على اعتاب اختصار الكرة. تعود إلى بانيغا، لمسة لألفريد ندايب، شباب يحاول تكثيف حجم الضغط والمحاولات على المرمى الاتحادي، كرة عرضية خطيرة لكن حجازي وراء كل الكرات العرضية، ما شاء الله. اتحاد يأمل في الحصول على مرتدة بعد ذلك، لمسة العابد عدت منها، هذه اللي أتكلم عنها. المالكي للبيشي، الباشي البيشي للمالكي، رومارينيو شوف السعود على اليمين، غاري على اليسار، تمريرة تصل للمالكي، هجمة اتحادية إلى غاري، رودريغيس على الجهة اليسرى، رودريغيس يحاول يمر بتمريرة روماب للمالكي، مجموعة من التمريرات لا بصمة كاريلي واضحة بصراحة، على الأقل في الهجمات المرتدة الفريق يلعب بمرونة عالية بسرعة كبيرة بتفاهم كبير. بالنسبة لفابيو كاريلي لمسة على الجهة اليمنى لمصعة العميد، محاولة من سعود عبد الحميد داخل منطقة روما، يحاول روماب، روماني غاري، غاري مر. يا الله كيف كانت رائعة اللقطة الأخيرة، فرصة دفع جيد ولكنه كظهير يعاني. شوف غاري، شوف هذا روما، روما 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 غاري مر. يا الله يا لوسكيس، لقطة رائعة رائعة جدا، كعبك عالي يا ولدي، مهارتك جميلة يا ولدي، لكن ردة فعل كانت أروع من أرلا. ربما اللقطة الأخيرة في شوط المباراة الأول، بانيغا هذه فرصة شبابية، أمير يلعب الكرة العرضية بالرأس، يا الله أدت، يا لها من كرة خطيرة إلى نهاية الشوط الأول. مهلا وننتظر ما يمكن أن يحدث. محمد سالم بكرة عرضية، محمد سالم بعيدة جدا، هو يلوم نفسه حتى أنه الكرات ما طاوع، هذه كرة للزوري، الزوري مر، الزوري بتمريرة لديوب لكنه تأخر، شباب يضغط في هذه الأثناء لمارتينيز وتسديدة قروهي، مارسيلو خلصها أمام مارتينيز، لقطة في منتهى الروعة في زاوية ضيقة، ذكية تسديدة لكن رائعة ردة الفعل من جانب مارسيلو. وبهذه الوضعية رومارينيو كان له ما يريد، رومارينيو محمد الهويش ينهي احداث شوط المباراه الاول سيداتي وسادتي بهذه الوضعيه، بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في ملعب شباب، ملعب الامير خالد بن سلطان في نادي الشباب، حيث انتهى الشوط الاول في هذه القمه بتقدم الاتحاد على شباب بهدف مقابل لا شيء، مع بدايه شوط المباراه الثاني مرتين متتاليتين في ملعب الشباب في مباراه اليوم. كره عرضيه من بوريغا لكن الابعاد كل الكرات الهوائيه لك
كل العرضيات لك، كل الكرات اللي على مرمى الاتحاد في الهوايات هي لحجازي. قريب رودريغيز حافظ على كرته، فضل عودة للوراء. نواف العابد يلعب تغيير، يغير اتجاه اللاعب على الجهة اليسرى. الحربي أمام تغطية من سعود، تصل لفابيو، مارتينيز حطها يا بعد قريب. حلوة اللقطة الأخيرة من فابيو، فابيو 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 مارتينيز في روعة، لكن الأجمل كان أيضا قريب. ردت فعلا وصد كرة كانت خطيرة جدا، لو كانت في أحد الزوايا يمكن أن تكون أكثر خطورة. شوفها مرة أخرى، يتألق يبعد الكرة، الحارس يحاول اتجاه اللاعب في الجهة اليسرى. الحربي بلمسة لفابيو مارتينيز، مارتينيز مهارة مرور جميل للعابد، هذه خطيرة بتمرير المين العمار، يلعبها على اليمين، خطيرة شبابية لكن الدفاع يتدخل. يا الله يا لها من كرة على قريب، قاري يتعملق قريب، خطيرة جدا لمصلحة الشباب، يا لها من لمسات وتمريرات وكرة خطيرة جدا على اعتاب المرمى كان ينتظرها ايضا ماخيتي ديوب. تحولت الى ركنية يا بانيجا، بانيجا عرضية بالراس وكرة، يا الله غير معقول غير بعد الأمام، يريد العودة، يقاتل، يهاجم، يحاول يدافع عن الرقم في ملعبه، عدم الخسارة بالرأس. يا إيغور التعادل، يا إيغور الله الله رايع اللقطة لمصلحة إيغور لتشنوفسكي، وضربة رأسية جميلة، الله الله على عودة يا شبابين. لسه أتكلم عن الدفاع عن ملعبهم، لم يخسروا في هذا الملعب من قبل. صراع صراع الآن أصبح خارج تنافسية الملعب، وأصبح صراع من نوع آخر، تنافس على العشب ولكن تنافس غير محبب مشاهدته. الآن الهدف يسجل إيغور اللي كان صاحب أهم فرصتين للشباب اللي كانت عن طريق إيغور لتشيرنوفسكي في شوط المباراة الأول. الهدف صحيح وسليم والهدف يحتسب بالتأكيد، لكن ما حدث بعد الهدف اللي كان بمناوشات ما بين حجازي، هذه لقطة عادية جدا وضربة رأسية، بالتالي هدف أول لمصلحة الشباب برأسيته المدافع الشيلي صاحب محاولتين في شوط المباراة الأول. الأولى عدت، ثانية مرت، الثالثة ثابتة يا إيغور، هدف مقابل هدف في هذه القمة. ردت فعل أرلاوسكيس جينيريوس من ليتوانيا، طبعا حكم المباراة يوقف، سيستأنف اللاعب بعد أن تمكن الشباب من العودة. هذه اللقطة اللي كانت شرارة في المناوشات والمشاكل بين اللاعبين، حاول مارتينيز يأخذ الكرة سريعا، سعود منع من ذلك، ثم بعد ذلك صار في مناوشات وكلمات ما بين اللاعبين، انتهى كل شيء عند هذا الحد. ثم بعد ذلك محمد سالم وحجازي حصل على انذار، ربما نعم في وسط الملعب، تمريره فيها تغطيه، الكره لفابيو مارتينيز، تحرك للعابد في المساحه، لمسه لكن فيها تغطيه من حجازي، صراع بين الاثنين، العابد يحاول الوصول، حجازي حمايه الكره بشكل رائع وتامينها، تنتهي بعد ذلك الى ضربه مرمى كريم الليدر، بالإضافة إلى العبود في قائمة العميد في هذه الأذن، يدفع بكريم الأحمدي ثم عزيز البيش، لكنها بدون تركيز، أقرب لقاري، قاري للأمام، تمريرة فيها تغطية، يسعد هندويف يلعبها على اليمين العمار، العمار يحاول يمر، العمار عرضية لكن حجازي يبعد دائما كل الكرات. لمسة في وسط الملعب تصل إلى برونو الريكي، يبحث عن حل، حولها على اليسار، قاري رودريغيز، قاري مر، قاري مر، قاري مر، يا الله والتمريرة وكرة، يا إله غير معقول الهجمة الأخيرة، الله الله يا لها من فرصة. الثانية كان في أوفسايد على رومارينيو، هذه ليست، هذه الضربة اللي أقصدها من جاري رودريغيز، روعة من أرلاوسكيس. فبعد ذلك هذه عادة لكرة جاري رودريغيز، تسلل كان على عبد الإله،
رائعة تلك التسديدة وأروع تلك ردة الفعل. على فكرة لو لم تكن تسلل أنا يقدم عملا رائعا على المستطيل الأخضر فوق العشب. كرة طويلة ومحاولة خطيرة لمصاعد العبود الاتحادية. مارف العبود عندنا مساحة، هذه خطيرة لمين؟ التسديدة بعيدة يا برونو، تعثر فيها متعب يعتذر للزملاء. هدف ثالث في هذه المباراة الكبيرة، هل هي مباراة أضرب وهرب؟ هدف بثلاث نقاط ثمينة بمركز ثاني بملاحقة للمتصدر، تسديدة لكنها بيد قروه. يا حلو اللقطة من محمد سالم. مانيكا بعد التغييرات اللي تمت نشوفه أصبح يعود كثير وراء كريم مع تركي. كريم كسب الكرة، لمسة للأمام خطيرة باتجاه غاري، خطيرة اتحادية داخل منطقة رودريغيز يلعبها لكنها لأرلاوسكايس بعيد. اللقطة الأخيرة لحارس المرمى أرلاوسكايس. إيفر مانيغا من خوانكا بين الأرجنتينيين، تمريرة بين يا حلوة التركي لكن التغطية أروع يا مهند، روع الكرة الأخيرة لهذا فابيو مارتينيز. لمسة في وسط الملعب رومارينيو، مرمين يقول رومارينيو، مشروع مرتدة خطيرة، مر تمريرة لرودريغيز والتغطية رائعة في اللحظة الأخيرة من محمد سالم. صراع وين رايح أرلاوسكايس، خطأ على غاري رودريغيز. خلاص راح يتم تغيير قادم في تشكيلة كايتينيا المدرب شبابي سيدفع ب لا لسه تغييراته لم تنتهي. شوف اللقطة، سالم أمام غاري رودريغيز ثم بعد ذلك حارس المرمى خرج، اعتبر هنالك خطأ ضد غاري في اللقطة الماضية. لا يدفع مهاجم بلاعب، لمسة لمين؟ للاتحاديين عن طريق إيريكي، ضغط عالي أكثر من لاعب، رومارينيو صراع المهارات، تغطية بعد ذلك تعود لفابيو مارتينيز، بانيغا البينية لكن محاولة مرور وتغطية دفاعية حلوة، التمريرة فيها تسلل، حلوة التمريرة لكن فيها تسلل. كالعمار طلب الكرة من حمدان، يحاول يمر يحافظ على كرته، يعود إلى الوراء بلمسة أصبحت إلى الأمام، باني قابل الكرة البينية لكن التمريرة فيها قراءة رائعة لزملاء ولفريقه. تغيير قادم في تشكيلة كاللقاء بكرة لحمدان، الشمراني للوراء تصل لمهند شنقيطي، رومارينيو، مهند مرة أخرى، مهند يبحث عن الحلول، يبحث عن الكرة العرضية يلعبها لحمدان، شمراني بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يتدخل على إبعاد. لقطة في أحداث هذه المباراة، آخر فرصة في أحداث هذه القمة، برونو إنريكي على تنفيذ الركنية اتحادية عرضية تمر من الجميع، من في الانتظار؟ عمر في الانتظار والكرة يا الله أتت من حمدان، لقطة كانت قريبة جدا من المرمى من الشمراني لكنها عدت وانتهت إلى ضربة مرمى. يبدو أنها آخر لقطة في أحداث هذا اللقاء، يبدو أننا أمام حديث بين حكم المباراة ومساعدي في غرفة الفار للتأكد ما إذا كان هنالك شيء على ديوب مع عمر حكم اللقاء محمد الهويش. حديث مع زميلة شكري الحنفوش، انتهى كل شيء سيداتي وسادتي في أحداث هذه القمة.